شارك في ذا فويس، لانه ذا فويس بالنسبه لي اكبر بوابه اللي تقدر تستوعب الاختلاف اللي عندي موسيقيا والفكر اللي عندي في الموسيقى. فكان ذا فويس هو البرنامج اللي نقدر نفجر فيه او نكسبلواتي فيه داكشي اللي تعلمته في الموسيقى الغربيه والموسيقى الكلاسيكيه العربيه الشرقيه. صارت حماقي كيف سبق لي وقلت فاش كنت في البرنامج، لانه من الناس اللي حسيت بانه مامن درجة كبيرة بالموهبة ديالي، واثق في القدرات اللي عندي، وكيدرس الابعاد ديال الفكر الموسيقي، وكيشوف انه غنتقدموا بزاف في البرنامج وبعد البرنامج. فكان من الناس اللي ساندوني، والدليل انني كنت احلى صوت في الفريق ديالو. قبل ذا فويس نفس ذا فويس، لكن ما كانش في العلن. يعني كنت كنشتغل، كنت كندير مجهودات باش نوصل صوتي الناس، كنت كنشتغل على اعمال او على دي ريبريز هكا كيف شباب كاملين اللي كيبغي يسمع صوته، فكيلتجئ للانترنت، كيعمل فيديوهات، كيدق البيبان باش يشوف الفرصه ديالو فين كاينه. فهادي حياتي من واحد من لاج ديال 20 عام. صافي قررت انني خاصني ندخل للدومين ارتستيك باي طريقه. صافي من بعد ذا فويس تصرفت، كل واحد غادي يشد الطريق وصافي ما خدم معايا حتى واحد. نو من بعد ذا فويس الناس اللي بداو معايا وامنوا بيا وما ديما اكوتي، ما كنبدلش، عمري ما نقدر نبدل شي حد اللي امن بيا وساندني، منهم الشباب الموسيقيين اللي كانوا مسانديني قبل البرنامج، غيكونوا معايا اكيد في الاعمال اللي غادي نجي، سواء في استوديو او على الخشب لايف، وان شاء الله محضرين حوايج زوينه بزاف للساحه الفنيه. الحوايج اللي محضر الساحه الفنيه هي شي حاجه اللي شافوني بها الناس وحبوني بها في قالب او في واحد انكادغيتها بواحد الطريقه اللي تليق بالساحه الفنيه وتكون كخطوه اولى ليا ناجحه جدا. ما واش نحرقها بزاف، غتكون مفاجاه زوينه. غنبقى في العربي ولا الغربي ولا غنعرب؟ والله حتى مفاجأة ستصدمون. احنا على تواصل اكيد، ما انا وياه على تواصل، وغير البارح في الليل هضر معايا وعيط ليا، حيت كان بحكم انه هو كان مشغول وانا رجعت للمغرب وتشغلت بزاف، عيط ليا تبارك ليا وشاف انه كيفاش النجاح في المغرب، وكيقول لي بلي الناس كيتسناوني في مصر كذلك، عندي جمهور كبير في مصر. غادي يزورني قريبا، اسبوعين تقريبا، وغادي نشوفو وغناقشو بزاف د الحوايج نقدروا نعلنو عليها مستقبلا. عندي استراتيجيه، هو ما باش توصل ما خاصش تكون عشوائي، خاص تكون عارف شنو بغيتي وتخدم عليه دوسمون مي سيغمون. يعني كاينه استراتيجيه اللي اكيد ما غاديش نشاركها معكم باش ما تدوش ليا، لكن كاينه استراتيجيه زوينه نحاول بها انني نبقى في الصوره اللي احترموني بها الناس وحبوني فيها. الستيل ديال شعري الجمهور اللي كيحدو. انا قبل وسولتهم، كنت في المراحل الاخيره ديال البرنامج، قلت لهم واش تبغيو انني نبدل اللوك ديالي؟ قال لي ولا، قال لي هذا اللوك هذا هو اللي مخلينا معلقين بالشخص ديالك من بعد فهد الفنان. فانا مبدئيا ما غاديش نغيره الا الجمهور ديالي طلب اني نغيره. يا طلبات العروسه ندير لها الراسطه، نقول لها دير الراسطه زوينه تعجبها، غنوليو انكوب بالراسطه هكا والستونات وفانكي واللعبات. المواصفات ديال فتاة الأحلام، ما كرهتهاش تكون مغربية والله، حيت ما غاديش تلقى أحسن من المغربية. غير تستوعب أنه دماغ الفنان وحياته صعيبة، وتكون فنانة معايا بالفكر ديالها، هادشي اللي كنطلب، والبساطة صافي. شكلا ما تيجي اخر حاجه، والله الا كيجي اخر حاجه بالنسبه ليا. هاد الصفه الاولى اللي كانت غتفهم وكانت فنانه وكانت بسيطه، الشكل لا يهم، وعمره ما كان الشكل يهم اصلا، حنا كنتوهموا باللي هو يهم. كندير نقوم هادي، كندير
كي ندير نصارع هادي واش ندير، الغربة والعشق القادي، الغربة والعشق القادي، قلبي تحام وعليه حيرتي نرجع لبلادي، حيرتي نرجع لبلادي، ريحها دواوي داوي، ريحها دواوي داوي، حيرتي نرجع لبلادي وريحها دواوي داوي.